صبحيتنا بتكمل تنوصل لفقرة ثابتة ببرنامجنا وهي فقرة فاشن مع مارينا كيروز. بونجور مارينا. صباح الخير. صباح الجمال. أول شيء اسم الله عليك مضوية ومنورة الاستوديو. كثير بما أنك ذكرت هيدا الشيء بدي أتشكر أول شيء جوزيف سعد وإبا عطلة يلي بيهتموا على طول بإطلالتي لبين هيك يعني أكيد دايما في عالم تشتغل على الإطلالة بس في دايما الباز اللي هي بتكون أساس يعني بالنهاية. اليوم موضوع الفاشن اللي بدنا نحكي عنه هو عن سويم وير. نعم. ليه باخر الصيفيه تقريبا عم نحكي عن هذا الموضوع؟ نعم، اوكي، اول شيء بدي خبر المشاهدين انه الماشي اللي بدنا نعمل منها السويم وير اسمها سباندكس، هي ماشي ستريتش، ماشي كثير حلوه، المصممين مؤخرا بلشوا يستعملوها ليصنعوا فيها الكلودينج، ما عادت محصوره بس بالبيتش وير او بالسويم وير. من هون دخلت كمان الكلودينج ترند على السويم وير، كيف؟ رح اشرح هلا اكثر للمشاهدين. أول شيء بدي أنا خبرهم شوي عن شو الترندز لهيدي السنة يلي كانوا دارجينهم كافيين معنا للصيف يلي جاية، هيك بيقدروا يستفيدوا هلا إنه إذا بدهم يتسوقوا أي سويم وير على السيل، وهيك بتضل ترند كفاية معهم للصيف المقبل. هلا بما إنه آخر الموسم بيكون في كتير تخفيضات وسيلات فبيقدروا يستفيدوا إنه يشتروا القطعة اللي عجبتهم ويستعملوها لسنة الجاية. نعم كان. مثل ما ذكرت إنه السباندكس صار عم بيستعمل ليصنعوا فيه توبات، تنانير، فساتين، يعني فيهم كمان يستعملوا السويم وير. نعم يعني صارت البيتش وير بتقدر تلبسها اذا كانت ظاهره ولا اذا كانت رايحه على البحر. انا هون بدي اذكر انه اول كولكشن لمارينا كي انا استوحيتها من البحر وكانت هي مينلي سويم وير بس اكيد كانت تنلبس بوث ويز، كانت تنلبس لظهره على غدا على ايفنت وبنفس الوقت إذا بتزيد عليها مثلا تنورة، شورت، بنطلون بتنلبس كمان عادي ليظهر فيها بالنهار، وأكيد فيها تكفي فيها تروح على البحر، مجرد أنها تشيل الشورت بيصير أو 1 بيس أو 2 بيسز. نحن عم نشوف اصلا كثير بالسويم وير غير الديزاينات كمان اوقات عم بفوتوا اكسسوارز بالقطع، يعني بنشوف اشياء شيك، اشياء فيها ديزاين كمان. نعم. تنلبس كتوبس. نعم هون بدي احكي شوي. اول شيء هيدا السنه شو هن القصص من الكلودينج يلي كانوا داخلين كمان كترند بالبيتش وير او بالسويم وير. في عندنا اول شيء كان البلتد، يعني البلتز. نحن بنعرف انه البلتز نحن عاده بنشوفها بالتياب مش بالمايويات. السنه كانت ظاهره بقوه على الرانويز على السويم وير اذا كان 1 بيس ولا كان 2 بيسز. اول شيء شفنا الهاي ويست الخصر العالي وحاطين له او بينعمل بطريقه انه بينربط فيها او مدخلين له كمان من نفس ماشيه السباندكس مدخلين له كمان البلت. نعم نوع من السنتور. هو هذا كمان بيساعد على الشيب. نعم اكيد لانه نحن بنعرف انه بس نحط ان ريليف الخصر هيدا الشيء بخلي الخصر يبين، اكيد بيعطي شيب كثير حلوه للجسم، بيعطيه الاور جلاس شيب، لانه اجمالا نحن كل ما نبين الخصر ارفع ونحطه ان ريليف كل ما نعطي البيرفكت شيب للجسم. هيدا الشيء خلى اكيد المصممين انه يتبعوا هيدا الشيء، وطبعا هون المايوهات كانوا عم يلبسوا او بينلبسوا كمان ليظهروا فيهم. بدي اذكر كمان مثل ما ذكرت انت قلت انه عم بيستعملوا الميتل ايضا لا يفوتون بالسويم وير. هيدي السنه شفنا كثير الاو رينج او سيركولر رينج يعني يلي مدور، كثير كان له ظهور بالوان بيس او التو بيس، يعني ليجمعوا السباندكس او على الصدر او على الخصر او يستعملوا كانه ستيل بيلت على الخصر كمان. فوتوا الحلقات نحن بنعرف انه الميتل السنه كل شيء تشينز كل شيء ميتل كان كثير ترند ايضا بالكلودينج. هيدا الشيء كمان شفناه جدا على الرانويز بالسويم وير. في عندنا كمان شيء اللي هو راب اراوند يعني كل شيء سترايبس كل شيء سترابس. هي كايند اوف كمان هيدي بتعطي اول شيء لوك شوي سكسي اذا كان بالتياب ولا على المايويات. كمان شفناها بالتو بيسز كثير، شفنا كثير سترايبس تربيط على الخصر على كثير براتيك بالبرونزاج. هي صراحه اذا بنلاحظ هلا الموضه بالمايويات بنلاحظ انه منا كثير براكتيكال لتنلبس ك يعني اذا بدك تعمل برونزاج او تانينج اكثر هي رايحه لموضه الكلوذينج. يعني حتى في عندك الهالتر توب يلي بتجي على الرقبه وبتجي على الصدر ببين منها شوي الصدر. هيدي فيري سكسي ترند نحن بنعرفها از توب كمان عملنا براتيك اكيد للتانينج لانه بتغطي منطقه الرقبه والصدر هون كثير، بس طبعا شفناها كثير بالوان بيس وبالتو بيسز السنه للسويم وير. في عندنا موضه كمان على الكات اوتس، نحن شفنا الكات اوتس كل شيء فيه تفتيح، اذا كان على الخصر، على الظهر، على الصدر، شفناها بالتياب على التوبات او حتى على الفساتين. شفناها عند الرجاله، موضه الرجاله كانت الكات اوت السنه سوبر سوبر ظاهره على الرانويز عند الرجاله، هي اكيد موضه كثير جريئه، واكيد للمايويات فينا نستعملها بقوه لانه كل ما كان في كات اوت كل ما كان المايو اكثر سكسي اكثر حلو. طبعا في عندنا السكوير نيك لاينز يلي نحن معودين انه بنشوف عاده على طول المايويات تراينجل، وهذيك السنه كان كثير كثير التراينجل دارج. السنه شفنا كثير ستيل كروب توب سكوير لاين على النيك لاين، كيف بيجي؟ بتيجي سكوير هيك مربع اكثر من مبروم، مربع اكثر من تراينجل او مبروم. نعم، ومن هون كمان هيدا الشيء بنقول انه اكيد عاملينها هيك لتلحق شوي الكلودينج تكون اكثر فيها الفيل او الاحساس انه هي تياب اكثر من مايو. يعني مارينا، هول كل اللي هلا عم نحكي عنهم ترندز كانوا او هلا بالصيفيه شفناهم، رح يكونوا كمان لصيفيه الجاي. نعم، يعني عندنا خيارات كثير للاشخاص اللي عبالهم هلا كمان يعملوا شوبينج يفتشوا على سويم وير. طبعا في عندي بعد تو ترندز بدي احكي عنهم رح مكفيين معنا للصيف اللي جاي، للي حابب اكيد يختار هلا السويم وير تبعه. في عندنا اول شيء اللون الاورنج، لون الأورنج مكفى معنا للشتوية وللصيفية اللي جاية، هو لون كله طاقة. هيدا اللون لون حلو كتير، مستعملينه بالنورمال أورنج أو حتى يلي مايل للنيون، يعني يلي هلا إنه مثل ما عارفين إنه النيون كولرز هلا كتير دارجين، وخصوصي بالمايويات بيطلعوا كتير كتير حلوين وأوريجينال. اللون الأورانج كان إجمالا على مع كل الديزاينرز على الرانوي، هو شوي بيعطي ريجوفينيشن، يعني هيك بيعطيك شوي، بيعطي جود فايبز، بيعطي حياة. هيدا اللون حنشوف كثير على الشتاء كمان بالشتاء. نعم، لون الأورانج ولون البصلة. هلا هيدا الشتوية كل الألوان هي ألوان صيفية، رح نبقى نحكي عنها نقول لها كمان بلقاء مقبل، رح نشوف قديش طاغيه الالوان الصيفيه على الالوان المختارينها للشتويه 2022 2023. حتى عم نشوف الالوان البارزه او الالوان اللي شوي قويه، مثل شفنا كمان بينك، اخضر، كل هول الاشياء الفاقعه. نعم، عم نشوفها دارجه بالشتويه، بالجامب سوتس، بالجاكيتات. نعم، يعني بعتقد كمان عم تصير هيدي خبريه انه نتعود عليها اكثر واكثر. طبعا يعني هيدي كنا ذكرنا قبل انه على طول المصممين عم يجربوا يعطوا هيدي الفيل البوزيتيف، هيدي الاوفوريا فيلينج، وقتها تشوف الالوان انت بتحس شيء بوزيتيف، بتحس شيء حلو. هيدا الشيء عم يجربوا يخلونا من بعد كوفيد يعني نقلنا هيدا الاحساس الحلو. نعم، في حياه جديده، مجرد انك تطلع بس باللون تبع الاوتفيت. هلا هون بعد في ترند وحده بدي اذكرها، هي انه صرنا عم نعمل الفي شيب للسليب تبع المايو. ليش عم نستعمل الفي؟ حتى بنلاحظها بالكلوذينج، وكمان شوي خصر عالي. نعم، بيجي خصر عالي بس بيجي في على الخصر. ليش؟ لانه هون بيعطي فيل انه الخصر ارفع وسن اكثر من ما هو، يعني قد ما يكون الخصر عريض بس نعمل هالفي بيعطينا في شيب، بتعطي شيب كثير حلوه. هيدي الترند كمان مكفيه معنا للصيف يلي جاي. يعني كنا قبل نجيب المايو حسب شو بيلبق لجسمنا، هلا بنجيب المايو تا نخليه نظبط جسمنا او نخلي جسمنا يبين بطريقه ثانيه كمان، يعني بنلعبها بالميلتين. نعم، يعني صاروا المصممين عم يلعبوا شوي اللوجن بالكاتس يلي عم بيستعملوها ان كان بالتياب ولا بالمايويات او من استخدام اكيد البالز او الخصر العالي، لا يقدروا يظهروا الجسم بالشيب الحلوه. وهون اكيد فينا نحن يلي ما بنعرف كيف نقدر يعني نستخدم او بنقدر هول التريكس الصغار اننا نستفيد منه لنظبط او نعرف ننقي الاوتفيت تبعنا، اننا نستعين اكيد باكسبرتس بالفاشن بستايلز بيقدروا يساعدونا. يعني هيدي تريك وانس نعرفها بنصير نعرف على طول نحن شو بدنا ننقي، شو بيصير يزبط علينا. طبعا اللي حابب يتواصل معنا اكيد على الصفحه تبعنا على مواقع التواصل الاجتماجي. بدنا نذكر كمان قاتل الليبون بيقدروا يطرحوا اي سؤال، فيهم يحكوا معنا، فيهم يسالونا اسئله. مارينا، اي ترند انت اكثر شيء حبيتيها هالسنه؟ يعني صراحه الترندز كثير جريئين، انا ترند الالوان متنوعين كثير، يعني في كل شيء. طبعا هلا اكيد ترند الالوان انا كثير بحبها، الكولكشن تبعي كلها الوان، انا الله راد رح افرجيهم الكولكشن الشتويه اللي جايه قديش مدخله فيها انا كولرز والوان. اكيد انا بعتمد كثير انه الكاتس يكونوا يبينوا جسم كمان. هلا السنه مثلا بالجاكيتات بالشتويه الجاكيتات كلها فيها كاتس على الخصر، هيك انك ما بتعود تستعمل مخصورة. حتى المخصوره ما بتعود تستعمل بلت لتعطيك كمان الشكل الحلو. وهون المصممين حتى بالجاكيتات الرجاله بلشوا يستعملوا هيدا الكات، حتى شفنا انه البلت صار كثير مستخدم بالموضه عند الرجال، والكتاف العراض كمان، والكتاف الكتاف اللي كثير عراض لطريقه عن جد جدا ايرونيك عم بتكون هيدي شوي يعني من السفنتيز، يعني راجعين نوستالجيا للسفنتيز وكثير مدخلين الابولات. هلا هي بتعطي شوي كونفيدنس هيدا اللوك مشان هيك، وبنقدر نصلح فيها عيب بالجسم اذا كانوا الكتاف كثير ارفع من الهيبس، بنقدر بزياده الابولات مثل ما انا هلا مثلا بشوف هيك بيعطي انه الشيب عن جد جدا بيظبط شوي كاور جلاس كمان اللي كنا عم نحكي عنه طبعاً. مع البلد طبعا انا عجبتني ترند المتل والتشين لانه نعم. اذا نزلنا على المي بنضل غرقانين بتعتل بس كمان مثل ما ذكرنا انه ما بقى عم نلبسهم كبراكتيكاليتي، عم نلبسهم اكثر كموضه وشو داري نعم، يعني ما بقى انه عم بفكروا انه كل شيء فانكشنال وهيك، لا صاروا عم بفكروا اكثر شيء كترند وكستايلش، بس كمان بذات الوقت عم بيكون حلو، يعني عم بيكون شكل حلو، عم بيكون كمان لابق للجسم، عم بيظبط الجسم بطريقه ما نعم. مش بس عم نشوف يعني بس انه موضه مش ظابطه او موضه مش لابقه. يعني هلا نحن اذا بدنا نروح لنفكر انه بدنا نعمل تانينج فينا نختار نورمال سويم سوت، واكيد هوليك بيكون سكند سويم سوت ليكون اذا بدنا نقعد مثلا فور لانش او يعني لا بس ليكون شيء ترندي يعني وستايلش، او اذا بدنا نعمل فوتوشوت لانه بنعرف انه صار الكل بحب الفوتوشوت للسوشيال ميديا والترند نعم. كمان يعني مارينا هون بدي اذكر انه في كثير اشخاص وخاصه البنات عندهم شوي ثقه خفيفه بجسمهم وبيقولوا لك لا بنلبس هيدا تنخبي او بعتقد في كثير ترندز كمان صارت تشتغل على هذا الموضوع مثل ما ذكرنا البلت او السترايبس كمان بيخبوا شوي اوقات اذا حدا جسمه شوي انصح او بده يخص حاله بيقدر يستعمل هول الترندز اكثر. هي من هون الفكره يلي اجت انه عم نستعمل الكاتس مثل ما قلت عم نستعملهم، بس انا هون بدي ارجع اذكر المشاهدين انه نحن مش كل شيء بنشوفه على السوشيال ميديا وهيدا البرفكشن هي مش موجوده على طول، هدول كلهم فلترز او بيلعبوا بالصور. طبعا نحن لازم نكون مرتاحين مع حالنا كيف ما كنا، نحن بنظبط جسمنا بس نكون هيلثي، بس طبعا لازم نفكر انه على طول مجرد انه نحن هيلثي نحن حلوين. بي هابي ان يور اون سكين، نكون مرتاحين بحالنا وبجسمنا ونكون كمان بذات الوقت عم نعكس هيدا الارتياح للاخرين نعم. وهون كمان نرجع بنذكر الاشخاص لازم تعرف شو تلبس، يمكن بس يعرفوا شو يلبسوا والستايل تبعهم، هون بيجي دور خبراء اكيد. بركي بنعمل حلقه عن الشيبس تبع البادي ونحن كيف بطريقه لبسنا بنقدر كمان نظبط الشيب ونخفي ونعطي البرفكت شيب. هلا ما بعرف اذا عندنا وقت نحكي عن الاكسسوارز، اذا لا ما بعتقد، بس رح نذكر الجمهور معنا شوية وقت هلا عم بيقولوا لي، فخلينا نعمل مثل انتروداكشن، رح اعمل لهم انتروداكشن بس مشان الاكسسوارز للشتويه يلي جايه. اول شيء بدي اقول لهم انه جو بيج اور جو هوم، يعني عم نحكي للرجال والنساء، للرجال والنساء طبعا كل شيء ضخم، يعني ستيتمنت بيسز، وما بقى في انه بدنا نلبق مثلا الحلق مع الخاتم مع الاسواره مثل ما بنعرف من قبل، مع انه كان في على الرانويز شوي ملبقين مع بعضهم، بس اجمالا صاروا ستيتمنت بيسز مثلا مثل ما انا لابسه كل شيء تشانكي، كل شيء بيج مثل ما شايف هلا الحلق تبعي، كل شيء تشينز ولاير، كل شيء تشوكرز. هلا مارينا كل شيء عليك رح يكون حلو، ما فينا ناخذ هيدا الشيء كستاندرد، بس مثل ما ذكرتي عم نشوف القطع الكبيره، يعني اوقات بتياب بيكونوا التياب خفاف وسمبل وبتلاقي الاكسسوارز هن الظاهرين نعم. هو هلا لانه صارت شوي الموضه اكثر سمبل وكاجوال، وخصوصا يعني بتحس انه الستريت ستايل صار هو اكثر على الرانويز، من هون صار استخدام التشانكي والبيج والسوفيستيكيتد اكسسوارز بيضفي هيدا التاتش وبيعطي هيدي يعني بيعطي التاتش اللي كثير حلوه على الاوتفيت نعم، وهيك بتقدر تتحول الاوتفيت من نورمال كثير لايفنت ستايل. وفي البروشات كمان حكينا نعم عنهم، في عندنا كثير قصص رح نحكي عنها عن الاكسسوارز، من الهاتس، من السكارفز، من التشانكي. ايه عم نحكي شتويه يعني السكورز اجا وقتهم. نعم فور كمان الفور، بس هون بدي اذكر مثلا انه البيسبول هات يلي هي كانت درجه بالصيفيه مكفيه معنا للشتويه، ايضا في عندنا البيري رح تكون كمان على الموضه. هيك اعطيناهم للمشاهدين شوي هيك حماس لنكست تايم. ميرسي كثير الك مارينا كيروز على كل التبس وكمان الترندز اللي عم بتخبرينا عنهم، وهيك العالم صار عندها فكره. انطرونا بالفقره الجايه تنحكي عن الاكسسوارز. برنامجنا لليوم بيوصل لنهايته، ولكن موعدنا بيتجدد باحلى صباح بكره بتمام الساعه 9. انطرونا.